تحافظ المسيرة الشعبية على أجوائها السلمية، فموجة الحر الشديدة لم تثني المتظاهرين عن الخروج في الجمعة 19. لا تغيير في المطالب المرفوعة التي أصبحت من تقاليد المسيرات، بل ويتفاعل الحراك الشعبي بشعاراته مع ما يطرح في الساحة السياسية من مبادرات ترتكز على الحوار سبيلاً لحل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد. العديد كما قلت من المبادرات مطروحة، لكن بقيت مطروحة على وسائل الإعلام فقط، لم ترقى ولم تصل إلى جهات يمكن أن تدرس هذه المبادرات والتي تحمل الكثير من الحلول بإمكانها أن تخرج بالجزائر إلى بر الأمان. مبادرة المعارضة ننظر لها بمنظار، بحيث أنها تعتبر مبادرة من بين المبادرات لا يمكن إعطائها الثقة المطلقة إلا إذا سارت في الاتجاه الذي يحرر الدولة الجزائرية من الوصاية والخيانة والتبعية، حتى تعود الدولة الجزائرية للجزائريين. كما علق البعض الآخر على رسائل المؤسسة العسكرية الأخيرة التي أشارت إلى أن الرئيس المستقبلي المنتخب سيكون سيفا على الفساد والمفسدين. هذا المطلب كل الجزائريين نضل من أجله الكثير، منهم الدا حسين وغيره من الأبطال، نعمل من أجل تحرير الجزائر. الجزائر تعود لأبنائها الخلص، لأبنائها. لا يهان في هذا البلد المواطن. نريد دولة مدنية، دولة لا عرقية ولا جهوية ولا مفيوية ولا دينية. احنا نحوسوا على الصلاح تاع البلاد والعباد، هذا واش رانا نحوسوا. خلاص المعرفة، تروح السبيطار دير معرفة، تروح باش تحوس خدمة يجملك معرفة، تروح باش تمشي في الطريق يجملك معرفة. في انتظار التجسيد الفعلي لمطالب الشعب، الحراك متواصل بسلمية وروح وطنية، بإصرار وعزيمة، بيقظة وحيطة، بأمل ورجاء، كلها من أجل جزائر واحدة موحدة.